قديش لازم اغير خطتي في التمرين؟ هلا خطتك في التمرين اللي انت ماشي عليها، مثلا لو حكينا كنت ماشي ببرنامج اللي هو اني انا بلشت ارفع اوزان وإلي فتره ماشي برفع بزيد بزيد بزيد، بعدين وصلت مرحله اني مش عم بقدر ازيد اكثر من هيك ومش حاسس جسمي عماله بتحسن. هذا برضه رح احكي عليه فيديو طويل، بس لو مشيت من 4 لـ6 أسابيع على كل خطه، اول شيء ما بتزهق، يعني انت لازم تكرر نفس التمارين هاي ولازم تكرر نفس طريقة التمرين نفس البرنامج لمدة 4 لـ6 أسابيع عشان جسمك يوصل لمرحلة انه يطلع يتحسن يتحسن يتحسن. بس تحس حالك وصلت البيك، وصلت البيك هاي خلص منغير التمرين. انت بس تغير التمرين بتعمل شوك، بتدخل اشي جديد على الجسم. تغيير التمرين ممكن يكون تغيير العدات، ممكن يكون بتغيير السبلت، ممكن يكون بتغيير الاوزان. في اشياء كثيره وفي انواع كثيره من التمارين ممكن تتغير. بهاي الشيء الاساسي لإلها انه انت ما بتزهق وبتضلك تحس انه في شيء جديد عمالك بتعمله وجسمك بضل يتحسن. في ناس من الناس القدام اللي بتمرن من زمان ماشيين على خطه واحده وبضلوا ماشي عليها، وصل عند جسم وبضلوا مكمل عليه وليه انه هاي احسن خطه لجسمه. بس هاي الناس اللي بتحب الروتين، يعني روتينيه كثير وبتحب هذا الروتين، وهذول ناس قلال وبضل ماشي عليه نفسه ماشي معاه اتس اوكي. بس يفضل برايي الشخصي انه يغير الواحد كل 4 لـ6 أسابيع خطته التمرينيه عشان يتحسن.